القهوة من وقت حاب قهوة يكون بعليه ألعاب هيا نمرح هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. ازيكم يا أصحابي؟ الله ده فادي وهادي قاعدين هنا ما بيبصوا على ايه. استنى كده، ايه ده؟ الحق ايه ده؟ في اتوبيسات. ايه ده؟ الاتوبيس الجميل ده، شايفه الاتوبيس الابيض الجميل ده؟ ده تحفه، حلو قوي. ابيض وتاني والتاني ازرق، وده احمر واصفر. هما يلعبوا بالاتوبيسات دي النهارده ولا ايه؟ ده هما مبسوطين خالص عشان جابوا الالعاب الجميله دي جديده. الاتوبيسات دي جديدة جابوهم مبسوطين خالص. باباهم جاب لهم الاتوبيسات دي عشان بيسمعوا كلام. فهم مبسوطين خالص بقى، صح؟ بص يا ست، الاحمر والاصفر دول بتوع فادي، والابيض والازرق بتوع هادي، صح؟ عشان هو لون هدومه لونها ازرق فهو بيحب اللون الازرق. ماشي، بصي هو لونه ازرق هدومه زرقاء، ماشي، وايه والاتوبيس ازرق وابيض، وده اصفر واحمر عشان هو لابس اصفر برضه، ماشي. طب تعالي كده اما نشوف الاتوبيسات دي كده نحطهم جنب بعض كده. لابس احمر فين؟ مش لابس احمر، مش شرط يعني يبقى لابس اللونين. بصي كده، الله ده شكلهم تحفه، شكلهم حلو قوي. يلا، انت حافظه الالوان ولا مش عارفاها؟ عارفاها. طب قولي كده الالوان دي ايه؟ ها؟ أبيض، شطرة، أزرق، شطرة، أصفر، شطورة، أحمر. شطرة، أنت شطورة خالص. طب تيجي نعدهم؟ يلا عدي كده. واحد، اتنين، تلاتة. لا دول مش تلاتة. استنى، واحد، اتنين، خمسة. لا، خمسة إيه؟ عدي صح، أنت عارفة أنا مش هقولك. قول. 1 2 3 4. طب انت عديتي بالانجليزي صح، بالعربي مش عارفه تعدي ولا ايه؟ يلا عدي تاني. ها، واحد اتنين تلاتة، اربعة. اربعة صح، شطورة. عدي تاني كده. ها، واحد اتنين تلاتة اربعة، شطورة. اصحابك كمان شاطرين زيك كده وبيعرفوا بيعدوا زيك. طب بصي اقول لك على حاجة، واحد اتنين، شوفي راح فين، اتنين تلاتة أربعة. يلا ليه اعملهم لي أنت كمان كده، هاتيهم لي كده عديهم. واحد، استنى ماما. لا صح كده، أنا عدلتهم. يلا يلا بسرعة. ها، واحد، واحد، شطرة. ها، اتنين، شطرة، تلاتة، تلاتة، شطرة، أربعة، أربعة، أربعة. طب تيجي نعدهم بالإنجليزي، 1 2 3 4. يلا عديهم، ان اعمليهم انت كده. ها، 1 ماشي. ها، 2 شطورة. ها، يلا بسرعة، 3 ها، 4. انت بتلخبطي، بصي اخر مرة، 1 2 3 4 كده أربعة. بصي بقى، أنت عارفة الأتوبيس ده بيشتغل إزاي؟ الأتوبيس ده هات نعمله. طب اعملي إيدك هنا. ها، يلا. ها، لا بصي هو هنا أهو، بتشديه لورا كده وتسيبي، يقوم هو ماشي لوحده، فهمتي؟ ها، وسيبي كده. لا أنت مش بتعمليه، بصي أما تيجي تعمليه اضغطي عليه شوية. سيبي كده، سيبي بسرعة. بصي اهو وتسيبي ايدك يقوم ماشي، نعمله لورا كده واحنا بنتك عليه ونسيبه يقوم ماشي اهو ونسيب. ايه ده؟ استني، هو الاصفر ده شكله مش مظبوط، شكله عايز يتظبط. الاصفر مش مظبوط يا اصحابي، العجل في حاجه اللي ورا ده هنبقى نعمله. ماشي مش مشكله. يلا الاحمر كده وريني. ها، بصي اوريهولك. ما تروحيش للاكس، سيبي ايدك بقى، ما تطلعيش فوق هنا كده. ايوه كده، ايوه، شطوره خالص. طب تيجي نعمل سباق بين الاحمر والازرق، ماشي؟ مش عارف، انا الاول. طب اعملي انت، هنطلع دول كده عند فادي وهادي هناك. يلا وريني كده. بصي بقى، احنا قلنا، بصي عشان تبقي عارف، الاحمر والاصفر بتوع فادي، والازرق والابيض بتوع هادي. هنشوف بقى فادي ولا هادي اللي هيكسب. يلا
استعد. هاتي بقى من نعملهم لورا الاول. ها ايوه كده بس سيبي كده. اه الازرق كسب. طب اعملهم انا اجربهم انا مره. بصوا يا اصحابي هنا اهو. اه الازرق كسب برضو. اه هادي اللي كسب المره دي. يلا اعملي مره كمان. زعلان؟ طب يلا بس لما نشوف. ها يلا سيبي كده. ها سيبي بسرعه. الله. ها يلا. ها اه الاحمر كسب. ده اه فادي مبسوط. فادي مبسوط. اه طب بصي تاني كمان مره. ده مشوا مع بعض محدش كسب. طيب تعالي بصي لازق الاصفر ده عشان مش شغال بيزق بايدك كده وخلاص. ماشي هنجرب بقى ايه الاصفر والابيض مع بعض. هزقهم مره واجيبهم لك. يلا 1 2 3 الابيض كسب. يلا لا اعملهم الاثنين زقهم الاثنين مع بعض وخلاص. يلا ها اه الابيض برضو اللي كسب. ده هادي مبسوط خالص. هادي هادي ده بتاع هادي. اه طب يلا تاني بصي بقى هعملهم الاثنين مع بعض. يلا اه الابيض اللي كسب. ده شطورين خالص الاتوبيسات دي. ها اه جميله. الابيض كسب برضه. الابيض بيكسب على طول. طب بصي مش الابيض هنا اللي كسب ومين اللي كسب هناك الازرق. هنعمل بقى مسابقه الاثنين بتوع هادي. هنعمل مسابقه بين الابيض والازرق. ها يلا. اه الازرق كسب. طب في ايدي. اه طب استني تاني ثانيه واحده. استني هو بيعلق ليه؟ اه عشان احنا مش بندوس. اه استنى يا عم انت. بصي بقى هنعمل كده. اه محدش كسب. طيب تاني. ها اه الازرق كسب بس الابيض حصله. طيب تعالي بقى. انا حاسس كده ان انت نسيتي الالوان. نقولهم مره كمان كده. شكلك نسيتيهم صح؟ قولي كده الالوان. ها قولي بسرعه. ها مش هتعرفي باين. لا الالوان لونه ايه ده؟ لا ها لونه ايه؟ نسيتي. طب ده لونه ايه؟ لا بتهزري بقى. انت بتضحكي عليا. انت فاكره بس بتضحكي عليا. بصوا يا اصحابي هقول انا. هقول انا. هقول انا وانت لا. طب اصفر احمر ابيض ازرق ازرق. قوليهم انت كده. يلا قوليهم. مش عارفه تقوليهم. قولي يلا. ها لا طب يلا قولي اصفر ولا الاحمر ولا الابيض ولا الازرق. ها قولي. ها طب انت اكتر لون عاجبك في دول ايه؟ ها اكتر لون في الاتوبيسات دي الجميله دي ايه؟ ها كلهم. اه بس اكتر لون يعني اكتر لون عاجبك ايه؟ انا اكتر لون عاجبني الاحمر ده. وانت اكتر لون عاجبك ايه؟ الابيض. طب اقول لك حاجه. انا هسابق الابيض والاحمر وهشوف مين اللي هيكسب. انا اللي هكسب ولا انت؟ ماشي يلا. ها اه الاحمر كسب. انا كسبت. جربي انت كده. هشوف انا يعني. طب يلا. ها لا اعمليهم جامد. اعمليهم جامد. ها ها سيبي كده. اه الاحمر اللي كسب. انا اللي كسبت برضه. الاحمر اللي كسب. ده فايز ولا ايه؟ لا هاتي كده. هاتي عشان احنا بس مش بنعمله صح. خلاص هجيب ده وخلاص. طيب استني كده. ده يعجبني اصلا. اه بيمشي اهو. ده يعجبني. طب يلا وريني كده. ها وريني ازرق كده. ها انا هكسب بقى. ماشي هنشوف مين اللي هيكسب. ها الاحمر كسب برضه. طيب انا عاجبني الاحمر. الاحمر. طب انا عاجبني الازرق. هشوف بقى مين اللي هيكسب الاحمر ولا الازرق. الازرق اللي كسب. انا برضه اللي كسب. طب اعملي انت كده. طب اعملي. ماشي جايز تكسبي. اعملي يلا. ها وريني انا. ماشي. ها عارفه ليه اقول لك انت ما عملتيش؟ طب استنى ما اعمل انا عشان ما عملتيش الاحمر. ها الاحمر كسب. انت اللي كسبتي. الله لا ماليش دعوه اعمل مره كمان. ها الاثنين وصلوا مع بعض بس الاحمر سبق شويه. يلا هاتي كمان مره. طيب مش هتكسب. يلا يلا. اه ماله ماشيين بطيء ليه كده؟ استني كده الحقي ده في كراسي جوه لونها جميل قوي. استني كده اما اوري اصحابنا. الله شايفين يا اصحاب الاتوبيس من جوه عامل ازاي؟ تحفه شكله جميل قوي. طب استني اما اقربه كده.
شايفين الكراسي الفاضي اللي جوه دي؟ تعالى اما نعد فيه كام كرسي. طبعا هو كل ايه الكرسيين جنب بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كرسي، وكرسي السواق يبقوا 13. اتوبيس بياخد 13 واحد. طبعا هو الاتوبيس بيبقى اكبر من كده يعني، بس ده عشان لعبه، فايه ففي 13 يعني. ماشي. طيب تعالي بقى كده نرسم تاني كده. احنا قلنا الازرق ده بتاع هادي، والابيض كمان بتاع هادي، والاصفر بتاع فادي، والاحمر بتاع فادي. تعالى نبدلهم. نبدلهم الاثنين ولا واحد بس؟ ها الاثنين. الاثنين. يلا ماشي. طيب بصوا يا اصحاب، هادي هياخد الاصفر والاحمر، وفادي هياخد الازرق والابيض. ماشي. يبقوا دول ايه؟ ها قول. ها الابيض والازرق والله احسن. ماشي. يعني انت عايز تعملي واحد وواحد. يبقى الاصفر والابيض بتوع هادي، بتوع فادي قصدي، والازرق والاحمر بتوع هادي، صح كده؟ ده جمال قوي الاتوبيسات دي. طيب ايه رايك بقى نسابقهم مره كمان عشان نخلص النهارده، ونقول لاصحابنا باي وكده، عشان اصحابنا بقى ايه مبسوطين قوي قوي من الاتوبيسات دي. يلا بنقلل. ها ده وده يلا بيقعدوا على لا يقعدوا ايه، مش هيتحرك لو قعدوا علشان هم اكبر. طب اقول لك على حاجه، انا هوقف لك فادي كده. هاتي هدي هاتي جنبه، هاتي هدي جنبه، وكل واحد ايه يمسك الاتوبيس بتاعه لما يجي عنده. ماشي. لا يلا يلا. لا واحد بتعملي الاربعه مع بعض. استني كده، صحيح هاتي كده اما اجرب الاربعه مع بعض اشوف مين اللي هيكسب. هاتي كده. لا انا. طب جربي يلا، زقيهم بس. ايه ده، الاحمر والازرق جنب بعض، هم اللي كسبوا. طيب تعالي كده. طب استني ثانية، طب ثانية واحدة هخليهم بس هجرب بس مرة كده بس، هم مش عارف هم ينفعوا مع بعض ولا ايه، هزقهم احسن. يلا. ها مين كسب؟ الازرق كسب. شاطر يا ازرق. طب تعالي نعملهم مرة كمان اشوف بقى مين اللي هيكسب. ها 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 ها. الابيض كسب. شطور قفيله. يلا نوقف هادي كده وفادي كده. لا مش كده. اعملهم. ها لا ما هو انت هتلعبي. بصي اعملي اتوبيس اتنين بس مع بعض. اتنين اتنين كده. هاتي بس شيلي دول كده، شيلي دول، هاتي ده. ماشي خليه كده. يلا خلي، لا خلي ده قدام فادي وده قدام هادي عشان يمسك. ها واحد اتنين تلاته. شوفي مسكوا الاتوبيس شاطرين. يلا التانيين كمان بقى دولت. ها الاحمر والاصفر. يلا قلبي ده، ده مقلوب الاحمر مقلوب. يلا واحد اثنين. ها بسرعة. ثلاثة. ما عرفوش يمسكوهم. طيب ايه رأيك بقى دلوقتي هنقول ايه لأصحابنا؟ استنى إيه؟ نعمل لعبة كمان. لا خلاص كفاية بقى. استنى عايز تعملي ايه؟ استنى. ها ده هنا، ده هنا بقى. يقف كده؟ لا هنا قدامه هنا؟ ها طب استنى اقول لك على حاجه. يحاول يمسك الاتوبيس. طب يلا المره اللي فاتت بس واحده بقى، واحد بس اعملي واحد 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 واحد. يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة. خبطوا في بعض. الاتوبيس عدى منهم، ضحك عليهم وخبطوا في بعض. طب يلا واحد تاني. يلا. ها يلا. الاحمر برضو عدى منهم وخبطوا في بعض عشان هما كبير. يلا. ها ها. خبط ده راسهم خبطت جامد في بعض، راسهم وجعتهم. يلا كمان. ها ماشي واحد اثنين ثلاثة. خبط. ايه ده، استحق ده راسه وجعاه خالص. معلش يا هادي، معلش معلش معلش، ده راسه وجعته خالص، وفادي كمان معلش ما تزعلوش. يلا فادي بقى هيقول ايه لاصحابنا دلوقتي. لا كفايه بقى. يلا قولي لهم بقى. لا فادي اللي هيقول، فادي اللي هيقول. امسكي وخليه يقول. ها يلا. مش سامعين، هو صوته عامل ازاي فادي؟ صوته معانا في الكلام. ها؟ مش سامعين حاجة. اشتركوا معانا في القناة يا أصحابي، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر أتوبيس عجبكم في الألوان الأربعة دول؟ الأصفر ولا الأحمر ولا الأبيض ولا الأزرق؟ وكمان ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. هادي هيقول لهم إيه دلوقتي؟ باي باي يا اصحابي، باي فاوي. وكمان في البيت الصغير اهو، ده ليه بلكونه، البيت ده ليه بلكونه من هنا. وكمان في حته ثانيه وليه باب من الجنب. بصوا يا اصحابي
شايفين الباب ده؟ دي باب من الجنب. ده وده وده. وفي باب هنا صغير كمان اللي جوه ده. ماشي. البيت تحفة. حيطة وحيطة وباب. ماشي. وشايفين اللمبات اللي متعلقة دي؟ واحدة هنا السند دي مقلوبة. دي عملناها مقلوبة. لا ده هي كده. هي معمولة لفوق عشان البتاعة دي. هي كده. ماشي. دي مقلوبة. هنا بص هنا كده. هي دي كده اهي. بتنور كده. ماشي. التانية دي بقى هي اللي معمولة لتحت. اللي هي دي معمولة لتحت.